السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم احبتي من جديد ما مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام. ما زلنا بالكلام عن سلسله الادعيه المباركه التي نستفيد منها في حياتنا اليوم ومع المواعظ والحكم التي نحتاجها في هذه الايام. والنهارده هنتكلم عن علاج القلق والهم والمرض. إنسان بيقلق الإنسان منا بيمرض الإنسان منا بيحزن يصيبه هم إلى آخر هذه الأمور ما العلاج؟ مرضك الذي لا يعلمه إلا الله اجعل له صدقة خفية لا يعلمها إلا هو ده علاج المرض دو مرضكم بالصدقة ده معنى الكلام يعني والهم الذي ضاق به صدرك ولا يعلمه الا الله اجعل له استغفارا خفيا لا يعلمه الا هو والقلق الذي يعتريك ولا يعلمه الا الله اجعل له ركعتين في الليل في منتصف الليل في قيام الليل يعني لا يراه لا يراهما الركعتين يعني الا الله سبحانه وتعالى وهكذا اصنع مع كل شيء يصيبك في الدنيا ويرهقك ويزعجك الذي لا يعلمه الا الله اجعل له خوافي خوافي يعني اشياء خفيه وتكون بينك وبين الله تبارك وتعالى وكن واثقا بالله تبارك وتعالى وبفرجه وبرحمته تدرون في اللقاءات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته